أحسن الله إليكم. نايف من المدينة المنورة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. يا شيخ بسأل عن الاكتتاب شركات دي الأسهم، الاكتتاب الأسهم وبعدين إذا ارتفعت كذا بيعها، يعني كيف يجوز؟ شكرا يا نايف. والله يا أخي ما أعرفها الشركات هذه، والمساهمات لا أعرفها، المساهمات النزيهة في الأراضي في العقارات في المزارع في المصانع لا بأس بها، أما التي ليس لها وجود إنما هي شركات ولا يدرى ماذا تشتغل ولا ما هو إنتاجها فهذه لا تقدم عليها. نعم.